دعا رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد وسائل الإعلام الوطنية والعالمية لتوسيع دائرة العمل والتغطية الشاملة للزيارة لتشمل نقاطا مهمة. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق الخطة الشاملة الخاصة بزيارة الأربعينية. لنعلن من هنا وعلى بركة الله انطلاق الخطة الإعلامية الشاملة لتغطية هذه الزيارة المليونية الغراء والمباركة. إننا في هيئة الإعلام والاتصالات، أنا وجميع إخوتي السادة أعضاء مجلس المفوضين الموقر ومدراء الدوائر والملاكات الفاعلة والمتقدمة، وإيمانا منا بأهمية هذه الزيارة السنوية وهذا الحدث الإيماني والوطني الكبير والظاهرة العالمية الفريدة ومنقطعة النظير، عقدنا العزم على توفير أفضل المناخات والسبل الممكنة لإيجاد البيئة الإعلامية المناسبة لتغطية هذه الزيارة على المستوى الوطني وكذلك المستوى العالمي، بما يليق بمكانة الزيارة والزوار والمؤسسات الساندة والخادمة لهذا الحدث والحاضنة الكريمة والمعطاء لها. فإن العالم منذ سنوات يتابع ويراقب ويرصد ويسجل مشاهد الكرم والجود والتضحية والإيثار، التفاني والإخلاص لأبناء شعبنا العراقي الكريم في هذه المسيرة المليونية، وما علينا إلا بلورة هذه المشاهد والحقائق والوقائع باحتراف عال ومهنية كبرى، لنوضح بشكل أفضل جذور ومضامين ومحتوى وأهداف ورسالة هذه الزيارة الغراء للعالم، ولنحفظ بذلك هيبتها ومكانتها، قيمها ومبادئها السامية والنبيلة. إن هيئة الإعلام والاتصالات ومنذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام شكلت غرفة عمليات مختصة بجانب الاتصالات وعلى مدار 24 ساعة لتوفير أفضل الخدمات للزوار الكرام في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والطرق المؤدية لهما. كما أقامت غرفة عمليات خاصة بتسهيل مهمة المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية لتغطية الزيارة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية العديدة، وسنستمر في هذا الجهد بإذن الله حتى إتمام زيارة الأربعين.